حضرتك شايف سر حب الناس الشديد لعادل امام؟ يمكن انا يعني دي حاجه بتوقفني هنا، ناس كتير تحب فنانين معينين وفنانين معينين ما تحبهاش، لكن في حاله من الاجماع على عادل امام، شايف سر ده ايه؟ والله ده السر ده عند ربنا. لو عايز تساليني يعني ايه، ربنا سبحانه وتعالى بيلقي في كل شخصيه محبه ليها عند الناس، بالذات الممثلين. الممثل لو ما فيش حب او لو ما فيش قبول زي ما بيقولوا ما بينجحش، حتى لو هو ممثل عظيم. فهو كان ممثل عظيم وعنده قبول زائد ذكائه، هو كان بسم الله او ما زال بسم الله ما شاء الله يعني قمه في الذكاء، فبيعرف يختار ادواره كويس، وعنده قوه رهيبه في انه يلتقط زي ما هو بيلتقط الدور الحلو، عنده قوه اقوى في انه يرفض ادوار. عادل امام اكتر واحد رفض سيناريوهات في وقت من الاوقات وصنعت نجوم اخرى. اي سيناريست بيطلع اول فيلم بيكتبه لازم يكتبه يحاول مع عادل امام الاول، فكان اي سيناريو بيطلع في مصر كان لازم يروح لعادل امام الاول في فتره من الفترات. يعني الحقيقه انا مبسوطه ان حضرتك كنت معانا، وبوجه لك كل تحياتي المخرج عمرو عرفه، شكرا جزيلا على وجودك معانا. والحقيقه الحديث عن الفن كله بهجه وسعاده، ويمكن المصريين احنا معجونين فن، وفنانيننا بالنسبه لنا هم قوه مصر الناعمه فعلا، واللي بنفتخر بيهم في كل مكان. انت لما بتسافر بره والناس تعرف انك مصري تقول لك انت من بلد عادل امام، فهنفضل طول الوقت متعلقين بافلام عادل امام ومسرحياته وبمسلسلاته وبالمشاهد اللي احنا شايفينها. هو فعلا شاهد، شاف كل حاجه من خلال افلامه ومسرحياته ومسلسلاته، شاف مصر الكبيره وتاريخها العظيم وحكاها من خلال مسيرته الفنية. ويمكن ده سر حب وتعلق المصريين بالزعيم عادل إمام. كل سنة وانت طيب يا زعيم. فاصل وحنرجع مكملين مع حضراتكم حديثنا عن الزعيم عادل إمام واحتفالنا بعيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وبصحة وسعادة وعافية.